السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اتمنى تكونوا بخير. يا احلى عائله بالدنيا. طبعا اليوم جبت لكم لعبه جديده، واللي هي هاي اللعبه. طبعا راح تغنيك عن ببجي نهائيا. طبعا نحكي لكم عن احداث هاي اللعبه، وقبل لا نحكي عن احداث اللعبه، مبروك للي فازوا ويانا وربحوا شدات بالفيديو السابق. اذا ما فزت ويانا بالفيديو السابق وما ربحت شدات، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس وخلي لايك للفيديو واترك ايد حسابك بتعليق، واتمنى من الكل يشترك. طبعا اللعبة هي شنو؟ عبارة عن تقطع اشجار، يعني تقطع اي شجرة قدامك تجمع. هي تقدر تنزل تيم وتقدر تنزل وحدك. طبعا انا هسه وحدي نازل. الخريطة طبعا تتكون من 4 خرائط مال البوبجي الاصلية، ماشي. الجيم ايش قد راح يطول بهاي اللعبة يا عزيزي؟ راح يطول الجيم 14 يوم. شلون انت راح تضمن انه ما يكتلونك بهاي ال 14 يوم؟ انا اقول لك شلون. تجي هنا من راح تقطع اشجار وتكمل، راح تبني لك بيت بالمكان المناسب، ماشي، حتى نتخلص من الهاكات اللي ببجي، ومو يجيك يقول لك والله طب لك لجهو امر دينك، ماشي عزيزي. تبني بيوت. طبعا اذا كانوا اصدقائك وياك بالتيم 4، كل شخص راح يستلم مهمة، اللي هي شخص يستلم مهمة الاكل، وشخص يستلم مهمة يجيب لحم من الحيوانات، يقتل الحيوانات ويجيب لحم من عندها، ماشي عيني. وشخص الثالث راح يطبخ لهم، والشخص الرابع راح يبني لهم بيت، وبالاخير يتجمعون بهذا البيت، وكل شخص راح يستلم مهمته. المهم تبني البيت، انت عندك هنا شغلات تقدر تبني البيت طبعا. وكل شخص مثلا، انت راح تقول شلون انا دا سديت اللعبة اكيد راح يقتلوني؟ لا حبيبي ما راح يقتلونك، انت راح تسوي بيت وراح تخلي كلمة سر بالباب، ماشي. يعني اللي يجي ويريد يقتحم البيت راح لازم يدخل كلمة السر اللي انت مخليها الصحيحة، واذا ما دخل كلمة السر الصحيحة راح ينقتل هذا اللاعب ويرجع لللوبي، ماشي. وانت كذلك اذا رحت للبيت وردت تفتحه ودخلت كلمة السر يعني ما تعرفها، راح تموت بمحاولتين. المهم تبني البيت، حاول تبني البيت بالشغلات اللي جمعتها من الاشجار. طبعا تقدر تجمع ذهب وتجمع فضة، انه هو من هاي الادوات اللي عندك، ماشي. اللعبة اونلاين. طبعا خلونا نروح لهذا البيت اللي هنا قريب علينا واشوفكم شنو نظام اللعبة. راح اخلي لكم رابط اللعبة بالوصف. هذا مو بيت، طلع عمود. المهم يعني اي بيت راح تروح له انت راح يطلب من عندك كلمة السر تلقاها بالباب مال البيت، بس لازم يعني تكمل البيت وتطور البيت، والجيم راح يطول 14 يوم. لهنا وينتهي الشرح مالتنا اليوم، ماشي حبايب. واتمنى من الكل اللي يشاهد الفيديو يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ويخلي لايك للفيديو، واحبكم هواي.